İslam dünyası, qeyri-İslam dünyasının razılığını necə qazana bilər? İslam dünyası, qeyri-İslam dünyasının razılığını necə qazana bilər? Dinimiz əlbəttə rəhmət. Allah subhanahu wa ta'ala bəyyən bi ənə ərsəl Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm rəhmətən lil-aləmin. لكن للأسف الشديد خرجوا علينا بعض الشباب المتطرف ويعني شوه سورة الإسلام، وللأسف الشديد دول الغير إسلامية تعتبر أن هذا هو الإسلام وهذا ليس بالإسلام. يعني hollar, yəni bəzi xüsusilə gənclər arasında radikallığın artması halları digər ölkələrdə mənfi təsirat yaradır. Wama hadi mu'tamarat li yaqum biha fakhamat ar-ra'is li jam' ash-shamil wa jam' wa kadhalik al-mu'tamarat al-hiwariyya illa dalil ala an si'at al-islam wa rahmat al-islam. Bu keçirilən bu konferanslar bunun əksini sübut edir. Yəni artıq İslam dininin rəhmət فلذلك حتى في الـ في الـ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يغزو يمنع بتخريب الكنائس والأديرة ومعابد أو صوامع العبادة. الإسلام في كونه كاره الإسلام حتى لا زمان ولا في الدين لا من سبارنا كاش لا من سبات أدالتهم يعني أمارهم مسجد أمارهم كنسلري ولا بلدين عبادة كلاري تقدم مشتور لهم معروف. وكان حقيقة حتى في الخلافات سواء الأموية أو العباسية أو العثمانية كان يعيش المسيحيين واليهود في كنف المسلمين في جميع حقوق. أنا بلا خلافة أباس لا خلافة ومن سوى أسمى الله أنت خلافة تعالى أسمى الله خلافة الوقت دا ديار دين لاري منصف لاري تس بير آر سسكيلية تزيكا ياخو بلا ديك يعني اشتب جامعتان اسكيشتب بلا هولارا معوز قلمه. لذلك فعلا هذا الإسلام إسلام الرحمة، دين الرحمة الذي بعث الله سبحانه وتعالى به محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن دين رحمة لا بد نثبت للعالم بأفعالنا لا بأقوالنا. شكرا لك.